أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قال المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي الثاني إنه قرر التضحية بنفسه لاصطدامه بما وصفه بعائق شديد بعدما تعرض لضغوط كبيرة مارسها عليه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. جاء ذلك في تسجيل صوتي منسوب له، وقال فيه الشيخ عبد الله إنه سجله في 15 من يناير الجاري. كما كشف الشيخ عبد الله أن الأزمة الخليجية الحالية سببها مطامع كل من وليي عهدي السعودية وأبو ظبي في ثروة قطر. يشار إلى أن آخر ظهور للشيخ عبد الله كان في مطار أبو ظبي قبل أيام أثناء توجهه إلى الكويت، حيث ظهرت على يده اليمنى ضمادة طبية وهو جالس على كرسي متحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني. تاريخ 15/1. قررت أنهي مسيرتي في الحياة لأني اصطدمت بعائق شديد، وأن الشيخ محمد بن زايد ليس له دخل في هذا الموضوع من ناحية قتلي، لكن من ناحية الضغط وحجزي وعدم جعلي أرجع إلى بلادي أنا وبناتي الثنتين، فقررت التضحية بنفسي في هذا المجال لكي لا ألحق أي أذى بالآخرين، ولا أستطيع أن أرى أي أذى يلحق في شخص أحبه علشان مجرد شخص آخر يمتلك القوة. القوة لله سبحانه وتعالى. أما بخصوص الأزمة، فالأزمة هذه قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الحصول على ثروة قطر. أوصي إخواني القطريين، تمسكوا بالسلطة التي معكم، وأحذروا أن يأتوكم ويدفعوا لكم الأموال لكي تخربوا بلادكم. قد رفضت هذا الشيء، وقد ضغطوا علي بشكل غير طبيعي، وصرت من مدة طويلة تحت نوع من التهديد المستمر، لكن من غير كلام. وبالأمس صار اللي صار. إخواني الخليجيين كلكم أنتم إخوان، لا تتزاعلون ولا تتنحرون على أشياء تافهة، وبيكم تسامحوني إن شاء الله. نشوفكم في الرحلة الثانية. شكرا. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن تورط شركة بيانات تعاملت مع الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في نشر معلومات سلبية عن قطر. وقالت NBC نيوز إن شركة SCL Social Limited البريطانية أقرت في وثائق قدمتها إلى وزارة العدل الأمريكية بأنها تلقت أكثر من $330,000 من الإمارات خلال عام 2017 لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ربط قطر بالإرهاب. وجاء تقديم هذه الوثائق في إطار تحقيقات يجريها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تورط عدد من مساعدي ترامب في العمل مع شركات وجماعات ضغط لتوجيه الرأي العام لصالح دول أجنبية، وما إذا كانت هذه الشركات قد تلقت تبرعات لصالح الحملات الانتخابية. أفادت وكالة أنباء الأناضول أن العسكريين الروس الموجودين في منطقة عفرين السورية قرب الحدود التركية بدأوا بالانسحاب منها. وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن أنقرة تحاول اختيار التوقيت المناسب لبدء عملية عفرين. كما أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية دفع برتل عسكري من مناطق سيطرته في ريف حلب إلى الحدود التركية. نهاية الموجز. إلى اللقاء.